والمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة وزير خارجية فرنسا إلى مصر ولقائه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. ينضم إلينا الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أحمد تحياتنا يا فندم. أهلا بك. بداية أستاذ أحمد، يعني كيف ترى أهمية توقيت هذه الزيارة من وزير خارجية الفرنسي إلى مصر في بداية جولته؟ بالطبع فرنسا دولة مهمة في محيطها وفي العالم أيضا، في الاتحاد الأوروبي، القارة الأوروبية والقرار الغربي، ويمكن فرنسا بتحذو رؤية مستقلة إلى حد كبير عن رؤية الشركاء الأوروبيين الآخرين. ده جزء. الجزء الثاني هو طبعا السيد وزير الخارجية الفرنسي سيفان سيجورنيه، هو يمكن في بداية نشاطه بدأ بالقاهرة، لأن القاهرة أو مصر هي دولة أيضا مهمة في محيطها وفي إقليمها. العلاقات المصرية الفرنسية الحقيقة تتميز بعلاقات تاريخية على مدى كبير جدا، ويمكن لها خصوصية خاصة يمكن وصفها السيد سامح شكري بأنها تخطت مراحل متقدمة وأصبحت استراتيجية، لأن الحقيقة العلاقات المصرية الفرنسية متشعبة في مجالات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لو اتكلمنا عن المستوى الاقتصادي في العلاقات الثنائية، هنلاقي قطاعات مهمة في مصر تتعاون مع فرنسا، النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية المتميزة تاريخيا بين الشعبين الصديقين. على المستوى السياسي والأمني طبعا فرنسا مهمة لمصر ومصر مهمة لفرنسا نتيجة تطور الأوضاع. احنا وصلنا إلى 110 يوم حتى من كتر الأيام، الواحد حتى في هذه الأزمة تخطت وفاقت كل يعني الحلول، أصبحت مستعصية على الحل، فكان لابد أن تتدخل القيادتين السياسيتين في مصر وفرنسا لتصنع فارق أو تجد ثغرة للاختراق في جمود الموقف الحالي في منطقة الشرق الأوسط، سواء على الصعيد ملف غزة والحرب الدائرة هناك، أو الاشتباكات الدائرة في السودان، أو الأوضاع التي تخطت أكثر من يمكن من 2011 في ليبيا في الفرقاء الليبيين. وفرنسا ليها دور نشط جدا بالتعاون مع الدولة المصرية في ليبيا وفي ملف غزة وملف السودان. يعني أستاذ أحمد، برأيك ما الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في الحرب، حرب الإبادة الدائرة في غزة، وفي التوترات التي تحدث في المنطقة، والحد من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط على حد تعبير السيد سامح شكري؟ يستطيع يعني الشريك الفرنسي أو الصديق الفرنسي كما تعتبره الإدارة المصرية أن يقدم النصيحة المخلصة لأقرانه من الشركاء الأوروبيين، وفرنسا لها تأثير تاريخي وسياسي وأمني أيضا عن القارة الأوروبية، بالإضافة إلى تحالفها مع الغرب بشكل عام مع الولايات المتحدة، تستطيع أن تسدي النصائح إلى القيادة السياسية الأمريكية بخطورة الوضع والأزمة التي وصلنا لها في الشرق الأوسط نتيجة تعنت هذه الحكومة الإسرائيلية. يعني أغلب أعضائها متهمين بتهم الإرهاب والفساد. أعتقد أن يكون هناك تأثير قوي من جانب القيادة الفرنسية على القرار الغربي بشكل عام، وأن تحرك الأمور الساكنة في منطقة الشرق الأوسط، وأن تسكت أو تسكت المدافع ولهيب النار في قطاع غزة والضفة الغربية. أستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. كنت معنا على شاشة قناة النيل للأخبار.